嗯。<clears throat> تحية نضالية شكرا للأصدقاء الحضور تحية خاصة لجميع المتتبعين الأوفياء حياة وأمل السلام عليكم سلك حسنة تحية نضالية مرحبا أنفاس تحية للسي يوسف رشيد غريديس جري... تحية نضالية زكريا حيدر تحية علمانية جمهورية كذلك دولة الشيخ والمقدم تحية أستاذي حميد أطلانتيكو تحية نيطالية شي ماكس تحيتي تحية, تحية نيطالية كذلك لجميع الأصدقاء في انتظار القدوم المزيد موضوع اليوم عندنا هام جدا وهو انتصار كما شرت له في العنوان انتصار كبير سلام سي تاريخ اجو غلال <applause> اذا اللي دخل كما العادة يعاوننا بالاعجاب اللايك باش تطلع الفيديو راه كتعرفوا الحصر اللي معمول على القناه أصدقاء المتتبعين بما فيهم الاوفياء دابا راه ما كنشوفهمش هايل اللي عاطينهم الكلامونيت باش يعني بتدبير القناه ما كاينينش وهذا دليل على ان عندنا مشكل مع الوصول ديال الرسائل للمتتبعين راه فعلا كاين مشكل إذن اذا إذا جات على خاطركم عاونونا عاونونا بالاعجاب والبارطاج وفعلا كاين مشكلة هشام باشيري تحية أخوية لك مشكلة يعني مشكلة عندنا مع هاد الناس هادو دايرين علينا دايرين علينا واحد واحد الحصر ما كيتصورش يعني لا من ناحية التوصيل الناس ما كتوصلهم ما كيوصلهمش البلاغ الفيديو ما كيوصلهم حتى شي حاجة أصدقاء كنتكلم معاهم والو ايوا شي غريب اذا باقي لدابا ما دخل شي واحد من الناس ديال من يعني المسيرين فتحي سر تجي تحياتي يا اخي العزيز تحيه تحيه حاره لهذا صغرو ازول كان مالكوم غونزاليكس تحية فاش هاد الانتصار الرحمة على والديك ها هو جاي أو جاي كل حاجة فوق ساود يا سي <applause> كنديرو عناوين باش نام. نحاولو ندخلو شوية الأمال يا بدي يا سي غونزاليس أو في الحقيقة راه ما كاين لا انتصار لا والو راه على بالك راك ما انتش من الغافلين انما هو حنا خصنا نبعثوا الامل صغرو إيه فعلا نبعثوا نبعثوا زايو زايو محمد خصنا نبعثوا الامل واش غنديروا <applause> <لا> لعط الله واد <applause> لعط الله واد كذبوا على راسنا وعلى الأقل شكرا سي فتحي على الدعم الكثير ديالكم فعلا راه داكشي الشيء هو اللي الامل وخصنا نعطيو حتى حنا بدورنا الامل لان الناس مقهورين في البلاد ما تنساوش الناس مقهورين واحد القهر اللي ما تصوروش وانا كنت تمايا و تنعرف هذا الشيء غادي نحبس هذه الموسيقى باش نطلقوا باش يسمعنا الجميع كنعرفها شويه كتضيق شويه لا. اراني <applause> كنت تما و... وما تصورش تحياتي للاخت حزيري كنت مقلق ان ما, ت... ما يوصلكش الرساله اخيرا وصلك الانذار او التبليغ الله يعاونك على الدوب الالكتروني وي وي الله يعاونك حتى انت لم يصل اه لم يصل هو بالفعل آه الاخت هي كتشير لي كتقول لي ما وصلهاش ما وصلهاش التبليغ وهذا دليل على ان الناس هي كتقوم بمحاولات من من جانبها باش تقلب وصافي يعني فجاه ولقات هذا هو اللي كاين الناس اللي كيبغيو يقلبوا هذا هو الرساله اللي كنبغيو نقولوا للاخوان راه ما غاديش تعول يوصل ذاك الفاكتور يعني كتعرفوه راه عياش من الاحسن بداو تقلبوا نتوما لا بواطاليت راه هو ما غايصونيش خوت تقلبوا مره مره لا بوطا لي طروش فيها شي رساله ولا شي حاجه هذا هو الحل واحد اللي نقدروا نديروه شرت واحد المنشور مؤخرا على فيسبوك فيما يخص الموضوع اللي غنتكلموا فيه ولكن لاحظت ما كاين حتى شي تفاعل من 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 الجانب دي كان ديال الناس عرفت باللي كاين تمايا واحد التعتيب لهذا بديت كنستعمل لابواط ديال الميسنجر وبديت كنصيفط للجامع وهذاك هو الطريقه الوحيده باش باش يتفاعلوا معنا الناس لان كوم موضوع مهم من طاطا رشيد شكرا على الدعم اذا كما قلت احنا كنا باش نبقى في الموضوع كنا تما في المغرب را كانت علينا واحد واحد هادشي حتى هادشي عايشين فيه مش شحال هادي راه ماشي شي حاجه جديده عايشين فيه مش شحال هادي القهر والضغط داك ما تقدروش تصوروا اللي كنا كنعيشوه في ذاك العهد ديال الديكتاتور المقبور السيء الذكر والمقال كنتمنى يكونوا قراوه الناس اللي, اللي متبعيني راه نشرته في اليوتيوب ونشرته حتى في حتى في الفيسبوك المقال اللي كنت نشرته في سميتو نشرت له دا المسائل هذا فيما يخص البلاغ اللي صدر على الامم التقرير او القرار اللي صدر على الامم المتحده اللي كيدين فيه داك الانتهاكات وداك الخروقات يعني والتعذيب بالخصوص حق المناضلين المغاربه بصفه عامه وبصفه خاصه في حق الاخ المناضل والصديق ديالنا وهو محمد حاجيب. هذا 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 انتصار كيبقى في جميع دا... وي في حد انتصار دبلوماسي وصفعه كبيره صفعه كبيره لهذاك النظام الملكي العميل ما خصناش ن... ما خصناش ولو انني انا كان بلا غادي ندخلو في امور اخرى ولكن غنلقاو غير في هذه الحل... في الدرجه هذه من بعد غادي ندوزو من المسائل اخرى كل حاجه فوق سا. آه نعم هو انتصار كبير علاش انتصار كبير لانه لان هذه المؤسسات الدوليه دارت واحد الوقت كبير دارت واحد الوقت كبير باش توصل لهذه الدرجه هذه وما ان هذه خطوه كبيره علاش كبيره لان حنا نخرج نهضروا بالالاف بالملايين الجرائد كتبقى ما عندهاش واحد الوزن امام هذيك المؤسسه الدوليه لان هذه اللي كما كتقول العباره وشاهد شاهد من اهلها هذا هو اللي بغينا نقوله ملي ك ملي ك ملي كيوصل ملي كتوصل يعني اصحاب القرار واصحاب يعني الناس اللي شادين اللي شادين زمام الامور والخيوط وكيعترفوا كيعترفوا هما بان كانت خروقات ولو أنه هذاك الاعتراف ديالهم خارج غير من الشفه الفوق كما كيقولوا الرابط الاخ حميده عبروق ما عرفش من الرابط كيتكلم عليه من بعد من بعد غادي نقوم داكشي غادي غادي نبلغو الا ما كنتيش متابع الاحداث غادي تضرب في, في جوجل غادي تضرب الامم المتحده تدين اما المغرب وغادي تضرب ثلاثه الكلمات الامم المتحده المغرب التعذيب ما تزيدش تصدع راسك بشي حاجه غادي يخرج لك هادشي الا كنتي الا كنتي كتكتب بالعربيه ولا كنتي كتكتب بالفرنسيه غتضرب لونو تورتور ماروك كونداناسيون هذا هذه حاجه ضروريه اللي بغى يشارك السي حميده عبر قفاش بغيتي تشارك في القناه ما فهمتش السؤال ديالك يعني الـ كارلوس تيفيس فيف لا ريبوبليك شكرا شكرا فيف لا ريبوبليك بالفعل أه كان حاولوا شكرا لا شكرا على واجب السحمي دابرو اذا نكمل نكمل الحديث نحب لها حوار خص يكون يعني أه خصنا شويه مع التعليقات والاسئله ديال الاصدقاء في نفس الوقت أه لهذا الموضوع هو هذا هو تعليقات وفي نفس الوقت اللي عنده شي سؤال في هذا الموضوع هذا غادي 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 عليه يعني موضوع ديال الادانه دي الامم المتحده الاعمال التعذيبات الشنيعه اللي كتقوم بها العصابه الملكيه في حق الشعب المغربي والمناضلين وفي في الحقيقه هو ماشي راه ما أنا, انا ولو انني عندي شويه ديال التحفظ على داك القرار اللي صدروا او داك التقرير او داك الادانه لان ما كان شيء غير سي حاجيب ولكن كي يقول كلمة المثل الشعبي اللهم العمش ولا لعمه على الاقل راه كاين عاوتاني داك البلاغ التقرير اللي كان صدر قبل بشأن الموضوع الصحفيين او الصحفيين يعني الريسوني عمر راضي توفيق بو عشرين وخلاص والمنصوري ولا المنصوفي بزاف ديال الناس هذاك طالب اللجوء السياسي هنا في فرنسا بزاف بزاف هو شعب شعب برمته راه تحت القهر وتحت تحت الوطأة ديال واحد النظام همجي متخلف عجرافي فيودالي لا مكان له في هذا الزمن هذا هذه هي المساله اللي حنا باغيين نوصلوا لها وغادي نوصلوا لها ان شاء الله عرفتوا كيفاش باش بالعزيمه وبالاراده وكما كيقول كي البيت الشعري وما صعب على قوم ما نالوا اذا الاقدام كان لهم ركابه لان احنا هادشي اللي كنعملوه ما كيعملوش روحنا اللي نخدموا عليه ناس كبار منا غير احنا ورثه ديالهم وناس مناضلين اجداد قاوموا حنا ورثه كبرنا في الثقافه هادي كبرنا لان عندنا شي حاجه في جين ديالنا وهي اننا ما كنرضاوش بالظلم وهادشي ملي كنا صغار وهضرنا عليه الناس اللي متبعينا الناس اللي تيفهمو حيت ماشي كلشي اللي تيتبع تيفهم الناس ملي كيديو كل مدرسة عباد الله وانت عندك سبع سنين ما كم مكملهاش وكي السلخة المدير داك النهار الاول وكي, وكي عليك جوج ديال الكهول مدير والمعلم معلم كان لابس الطربوز ديال محمد الخميس هاد الناس هادو كيتحاماو عليك وانك وحش وكانك كهل بحالهم تيضربوك بعصا ديال النخل وكانك مجرم ولا حشره ولا ما ذاك داكشي هادي هذا كي ماركيك كي كي شنو كي 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 يحفر الذاكره ديالك الى الابد وكيكون عندك واحد الحقد ابدي ضد داك النظام داك المؤسسات دوك داك المعتقدات ديال الخامجه ديالو ضد داك التقاليد المتعفنه كتكره داك الشيء كان بطبيعه الحال كيجي كي داك الشيء تدريجي وكتوصل لواحد النقطه انك كترفض هذوك الناس بصفه عامه بصفه جذريه ما عندهم ما يديروا تمايا خصنا واحد الميناج خاصنا واحد السياق نصيق ونكرطو ديك الدار ونجريو على هاد هاد المجرمين وراه كنحاول نوزل الكلمات ديالي لان كلمه قرى كتضرب في الفم ديالي اللي هي اكبر وصف وتعبير ولكن كنحاول نكون كما كنقولوا مودري باش ما شي شويه الحدود الحدود انا ما عنديش حدود إيه هو غير المساله اخلاقيه وصافي اذا نرجعوا نرجعوا لهذ المسائل فين كيوصل فين كيوصل فيك الحقد بالنسبه لهذه لهذا النظام هنا فين كيوصل حيت بعض الناس آه تعذبوا ربما تا كانوا عندهم 40 عام ولا 50 عام وحنا ذاك التعذيب مرسونا عليه في الطفوله ألف وتسعمية وثمانية وستين ملي داتني الوالدة الله يرحمها للمدرسة النهار الأول باش تسجلني وتصوروا دابا التعذيب اللي غيمارسو عليك وأنت ديال البوليس وأنت ما داير والو باقي طفل بريء داخل هكاك وما شبعانش حتى في كرشك لابس صندال هاد الميكا البرد داخل معاك وكتعرفوا دوك الدخول المدرسي كيفاش كيجي كي ومرهوب حنا كاين واحد الجو ديال الترهيب ناس ما عندهمش كفاءه ما عندهمش بيداغوجي ما عندهمش ادنى ما عندهمش ادنى تكوين وكيستقبلوك بداك السوفوس والانضباط، والنهيض والعصاب بحال اللي كتمشي للمدرسه بحال اللي كتمشي للاداره بحال اللي للسبيطار اما الكوميساريه والبوليس والسجون هذيك حدت ولا حرج هذا هو هذه هي نقطه البدايه اللي كنحاول نبين للناس لحقاش بزاف الناس ما تعرفوش لينا المسار المسار مهم في تاريخ اي مناضل اللي ما عندوش واحد المسار راه كيكون باين هذاك اللي كيكون كي كيناضل على لا تسانس ولا على شي غرض معين كيكون كي باين ولكن حنا ما حناش يعني دابا باش نديرو البروسيل شي واحد ولا غير كنبينوا الامور فين كتجي ملي كتكبر في الظلم كاين الناس اللي كيكبروا في الظلم وكيخدموا مع ذلك في البوليس عندي اصدقاء ديالي كلهم دخلوا للبوليس دخلوا للقضاه دخلوا محاميين قراوا ذاك القانون ديال ديال الحماق ودخلوا كيدافعوا على الحماق وهم حماق وهذا هو المشكل هذا مازال كيهضر معك بالمساطير والدربوكا والقانون وما كيعرفش راسو كيعيش في الضيعه اي حيوان في كل وقت في كل وقت يقدروا يزيدوه للكرنه اذا باش نرجعوا للموضوع الاساسي في جميع الحالات هذه كتبقى غير مقدمه باش نحطوكم نعم في سياق المسائل كيفاش كيجي كي منين كيجي كي الغضب ومنين كيجي كي حيت بزاف الناس كيقولوا كي لي اه وانت تتهضر صاحبي ما عمرك تبسم ما عمرك تضحك ما عمرك كيفاش بغيتي تضحك انا ما كنفهمش كيفاش بغيتي تضحك في هذا الوضع هذا ما كنعرفش كيفاش بغيتي تبسم في هذا الوضع هذا ما كنعرفش كيفاش تكون مكالمي هذا راه كيبان لك اصلا اللي كيحط عليك هذا السؤال كيبان لك مبنج والاغلبيه الناس مبنجين ساكن بنجين ما عندك ما دير ليه اش غادي دير له هو راضي بدك الوضعيه كاين اللي ما واعيش بها المشكلة فينا هو حنا هنايا ما غاديش نقول لك ما خصنا خير عندنا معاناه ديالنا بشكل اخر على حسب الوعي المعاناه هي كتطور على حسب الوعي ديال كل واحد كاين اللي عنده الشغل الشاغل ديالو كيك هو الخبز وين ياكل ويشرب وكاين اللي فات ديك المسائل هذه دي تجاوزها وكيقلب على مسائل اخرى كيبقى المهم باختصار كنحاول نبين الامور كيفاش دايره يعني المعاناة كل ما تقدمت قالك المثل الشعبي ما فهم غير اللي كيفهم راه كل ما تقدمتي في السن وفي الفهم وفي الوعي الا وما كتزاد تولي تعيس وكينقصوا عندك العلاقات والاصدقاء ديال لي فو لان ما كاينش لي هذا هو المشكل للاسف والكلمات كتخرج احيانا بالفرنسيه عذرونا عليها قلت لكم انا كما هو في, في الموضوع هذه الادانه ديال الامم المتحده كمنظمه دوليه عالميه كتعترف بهذه المسائل هذه ما غاديش يجي مثلا هذوك النظام ولا دوك الابواق ديالو المزيفه تعرفوا دوك اللي كاريين ينحنكم راهم كثروا هاد الايامات هو عايش في امريكا عباد الله كل ما كتجرنا الاخرى عايش في امريكا عايش في كندا عايش في اوروبا كيتمتع كيتمتع سيدي بالحقوق ديال داك الدول الديمقراطيه وكيدافع على دوله ديكتاتوريه اللي كتوجد اللي هو هربا منها اصلا ولو كان بقى فيها كره كيكون غير كيسير يصبط ولا كيسعى ولا شي حاجه هاد الناس هادو بدون حياء كيخرجوا كيكذبوا عليكم ولاحظوهم راه بزاف القنوات عندهم وعندهم متتبعين كثار ماشي متتبعين حقيقيين لا 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 هادوك متتبعين دفو هذوك الانظمه هذوك غير ذاك الجهاز اللي اخترعوه في 2014 ولا 15 ما عنديش التاريخ بالضبط كيسميوه الالويه الزرقاء هما اللي كيساندوهم وكيطلعوا لهم هذوك كبروا لهم كما كنقولوا بالدارجه البعراء هادوك هما اللي حسب التعبير ديال اللي ما تيعجبنيش ولكن كيبقى شعبي هاد هاد الناس هاد الناس هاد الناس هادو هاد كلهم كيخدموا واحد النظام ساقط منهار ذاهب الى محاله غير هما هاد الناس هادو خصنا نعقلوا عليهم واحد النهار ان شاء الله غادي لان هما هادوك يجي واحد الوقت ديال المحاكمه ديالو خصهم يعرفوها وهما راه اصلا خوانا عارفين باللي ما عندهمش مستقبل في ديك البلاد داكشي علاش هما هربانين حنا ماشي هربانين حنا جرى علينا داك النظام طردنا هجرنا حنا هنا حنا لاجئين سياسيين وماشي درنا اللجوء السياسي باش ناخذوا الورق لا الوراق كانوا عندنا هذه 30 سنه ماشي هذا هذا هو الفرق بيننا وبينهم هما حنا جينا هنا هربنا من القهر هربنا من, 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 من الظلم هربنا من الاستبداد وجينا لهنايا وكنعيشوا هنا في الغربه كاين هنا معاناه بشكل اخر ولكن مع ذلك ما غنسيناش الوطن ديالنا وغادي نبقاو وندافعوا على الوطن ديالنا مهما كان الثمن اذا نرجعوا النقطة من جديد الإدانة كما قلت ديال داك الـ داك الـ النظام الـ الملكي الحقير الغبي العميل الوحشي راكم كتشوفوا هذوك الناس بيناتهم آه السي حاجب اللي خرج كي واللي تضامنا معاه السي حاجب اللي خرج كيهضر لينا على على الممارسات اللي اللي اللي, اللي زولوا اللي, اللي مارسوا عليه وماشي غير هو من الحال ولكن هذا ماشي انتصار للسي حاجيب ولا توفيق بوعشرين لا لا هو انتصار الشعب المغربي ولو انني لست راضي على ذاك القرار لانه هو, أرى هو فينا هما الناس ديال تازمامرت فينا هو الزفزافي والرفاق ديالو فينا هما الناس اللي تحرقوا في البنكة ديال 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 الحسيمة فينا هو الزفزافي اللي 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 تغتصب وخشوع فيه العصا وهادشي ما كنساوش يتبولوا عليه الحيوانات الخنازير بالموافقه ديال امير المؤمنين ولا شكوى انه يتابع العمليه من كاميرته من قصره ولا شكوى ويتناول يتناول المخدرات ويتسلى ويتلذذ وانا واثق من ذلك لان هاد الناس هكذا مراد هكا كان كيدير الحسن الثاني نهار عدل نهار عدم, عدم خيره ابناء الوطن ديال الانقلاب ديال الصخيرات نهار عدمهم كان كيتبع الامور بالكاميرا وكيخونهم حتى في الموت ديالهم كيقول لهم قولوا عاش الملك عفوا عليكم وشي وحدين طاحوا طاحوا في الفخ ومساكن ويلا الله يحسن العوان الله يرحمهم في جميع الحالات قالوا عاش الملك ويتيروا فيهم اك يعني كيخون حتى في الموت ديالك كاينين رجال صامدين اشاويس مشاو ومشاو رجل أه أه. كنقولوا بالراس مرفوع ما بغاوش يقولوا ديك عاش الملك كاين اللي بزقوا عليه وفعلا ما تكبر وهذه جاتنا الفرصه باش نهضروا في الشيء هذا فذكر فانما تنفع الذكرى المؤمنين هذه حاجه مهمه تاريخ تاريخ راه ما تيتنساش والتاريخ راه تيسجل اللي بغى يعاوننا باللايك راه غنكرروها من جديد اللي بغى ما تنعسوش ماشي تجلس وتدخل وتنعس عاوتاني راه لا بد من الدعم والبارطاج واللايك لان عندنا حنا واحد المعركه هنايا هذه معركه معركه دبلوماسيه علاش لان كل شيء كيتربح اليوم بالدبلوماسيه ماشي بالعنف والتطبال حدا البرلمان لا لا في الانترنت في الوسائل الاتصال الاجتماعيه هي باش نربح هذه المعركه ودخلنا دابا دخلنا في واحد المرحله مهمه ما تنساوش هذه مساله مهمه راكم شفتوا هذاك راه هربان من المغرب ها هو عايش هنايا في في دوله ديال اللي كيسميوها الحمايه والاستعمار هو اللي هما كينتقدوا فيها وسائل ابواق النظام ديالو وفي نفس الوقت هو ساكن عندهم هذه هذا هو التناقض اللي احنا كان اللي احنا كنكشفوا عليه وكنعريو عليه هذه مساله مهمه اذا الا ما بغيناش يعني نساهموا حتى في ال... حتى في المشاركه حتى في البارطاج حتى في الانخراط في هذه القناه حتى في الدعم حتى في ال... راه ما يمكن راه ما غاديش نديروا شي حاجه راه ما يمكنش السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه راه يفو مدخل ما لا راه هي مسؤوليه ديال كل واحد عباد الله واش كيسحب هاد المغاربه هي تخرج تبدا تبكي راه ريبولي لي داري راه لي ولدي راه داروا لي سا سي با هادشي راه ما راه دخلنا ديما اليوم في مرحلة المواجهة، المواجهة، المواجهة هي المقاومة. مقاومة وإلا كانت انتيليجونت يعني ذكية بهذا الشكل هذا راه أكثر من بدا تلوح الحجر على البوليس ولا الضرب لا لا هذيك ما تعطيش نتيجة تتخدم ضد أنا كنقول ديما التوعية. التوعية التوعية ثم التوعية حقاش باقي الناس اللي ما هادشي وما بقتنعيش وبما فيهم هذوك اللي تعيشوا هنا في اوروبا بالاخص ذوك الجاليه المجليه وانا منهم اللي هما تيعيشو هنا مهزرهم الحسن الثاني وجرع لهم بالاخص الناس ديال الريف جرع على فئه كبيره تهجير هذيك اباده جرع على شعب على برمته تما مهزرو ولكن ما ما قراه ما علموه ما رباه ما والو واخا تيجي هنا تيبقى مسكين غبي غبي مغفل ما ما تيحلم غير بحاجه وحده وهي يشري الطوموبيل وانا من دوك الناس يشري الطوموبيل يدير دار يدخل تمايا هذه مراحل كلها دزنا منها حنايا وانا دزت منها بصفه خاصه للجاليه المغربيه خصكم تعرفوا رأى اي واحد تيستثمر في ذاك البلاد راه تيستثمر فوق الرمال تيستثمر في مستنقع تيستثمر في واحد الدوله اللي ما عندهاش ما, ما عندهاش مستقبل اللي هي اصلا ماشي دوله اللي هي ليست الا مستعمره الدوله اللي ما كيكونوش فيها قوانين ما فيهاش مساطير واضحه ما فيهاش القو... القانون فوق الجميع الدوله اللي كيتظلم فيها الانسان واللي كيتحرق حي في بانكا الدوله اللي كيتطحن فيها انسان مع القمامه في كاميو ديال الزبل الدولة اللي تغتصب فيها الرجال داخل السجون أمير المؤمنين الدولة التي يجرد فيها المواطن من ممتلكاته وتدمر بيوته على رأس الأطفال ويهجر بهم هذه ليست بدولة أش بغيت خر أش بغيت أكثر من هذا الشيء هذه مسائل تجاوزناها وعينا من عودوا بها وكأن الناس بنجي ولا عندهم تنويم مغناطيسي ولا مسحورين ولا مزطولين كما كيقولوا كي بعض الاخوه هذه هذا وصلنا لواحد الدرجه اللي خصنا نفيقوا شويه خصنا نفيقوا خصنا نعرفوا بان المصير ديالنا هو واحد مصير واحد والخلاص والحل هو واحد حقاش المشاكل هي وحده عندنا شنو عندنا المجاعه عندنا الاستبداد عندنا الظلم عندنا القهر وهادشي منين ما جايش من الشرق ولا من الغرب جاي من القصر الملكي العميل داكشي علاش انا كنقول لكم الحل هو في القصر وكل طرق الفساد تؤدي اليه والحلول كذلك القصور القصور من اللي تكون شي خرجه خصنا نحو القصور والسجون كذلك باش نحرروا الاخوان ديالنا المظلومين وهادشي غادي يجي مع الوقت مع واحد المرحله لاحقه ولكن بالنسبه للان بالنسبه الان خصنا خصنا ندعمو خصنا نوعي وخصنا نصرو الوعي وخصنا ملي يكون عندنا واحد المكتسب بحال هذا خصنا نخرج نهضروا عليه لانه هو مكتسب كبير كما قلت وانتصار ديال هذه القضيه او التقرير او الادانه ديال النظام الملكي العميل في شان الموضوع ديال التعذيب الهمجي البربري اللي تعرضوا له الاخوان ديالنا ومنهم الع... ومنهم ملايين ماشي واحد ماشي جوج الامم المتحده ملي كتخور كتخرج كتهضر على شخص تعرض للتعذيب وكان هذا كيبقى في حد فيه شويه ديال اللبس فيه شويه ديال الخيانه راه ما كاينش غير شي اللي تعرض لذاك هذا غير جا في واحد الوقت وتع... والقضيه وتع... و... 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 ديالو تعرفات ناهيك على المؤمنين زكريا الممني لا لا راه ناس كنقول لكم انا راه الملايين ديال الناس راه حاليا حاليا راه تيختصبوا عباد الله في السجون ملايين ولكن لا غير سي سيتان بو بون ديبي كيما قلت اللهم اللهم يهضروا على واحد ولا ينفيو بصفه نهائيه وحنا هذا هذا على الاقل سا ديكلونش يعني كيعطي الانطلاقه ديال واحد واحد البروسيسيس اللي غادي يجي وغادي غادي هذه بدايه بدايه ولكن حنا خاصنا نبينوا نهار على خوه كاننا شعب واعي شعب متحضر شعب ما بقيناش كنرضاو بداكشي الشيء وخصنا نبينوا اننا مستعدين للتضحيه مستعدين للفداء الموتو يقتلونا يعدمونا ماشي مشكل حنا غنقولوا كلمه الحق لهذا اي واحد كتريب له البركه ديالو ولا كيتقر ولا كيطحن له الكروسه ديالو ما يبقاش يقول ديك الكلمه ديال عاش الملك يقول اللهم هذا منكر ويكتفي حتى لما بقاش حتى يك... لما يقول ليسقط النظام يقول غير اللهم هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل وهذه راه فيها الكاف الكفايه هذه كافيه كتبين كافيه كتبين هذا نوع من الاحتجاج على حسب المستوى والوضعيه ديال كل واحد والامكانيات ديالو ولكن باش كيكونوا دوك لي لي البوليس اللي كيصوروا لان هما كلهم هذوك القنوات كلهم مخابراتيين وكيتموا جايين لك بالصوره ديال الملك كيحطوها لك في يديك ولا ديك الطورشون ديال داك داك دا 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 العالم ديالهم ملطخ بالدماء وكيكون واحد كيقول لك خصك تقول عاش الملك ربما توصل رساله هذيك غير نسا خيانه في حقك راه بحال اللي كيبغي يعدمك كيقول لك الا قلتي عاش الملك راه يعفو عليك ورا ما يعفوش عليك غير انت بغاك تموت مدلول عشتي مدلول غتموت مدلول اذا كما قلت التضامن ديالي انا شخصيا كان مع الاخ نجيب مع الاخ مؤمنه زكريا مع الجميع في جميع الحالات كونهم هاد الناس ضحايا وانا منهم ضحايا حتى انا انا اي واحد كتكون عنده نيه حسنه وكيعاني كنساه كنساهم معاه وكنتضامن معاه هذه مساله معروفه والتضامن ما, ما بدون مقابل يعني تضامن علاش؟ لان خرجوا لنا وهنا فين بغيت نهضر على واحد النقطه ملي تضامنا معاه خرجوا علينا ذوك الاندال خرجوا لنا ذوك اشباه المناضلين وبالقذف والسب في الاعراض ديالنا ووالدينا وخرجوا ليه حتى هو تيسبوا ليه في الوالده دياله وتتهموا بالزور وبالنصب على وبالنصب على العداله وانا داك الشيء راه ما كاين منه والو راه ما عمرو تعرض للتعذيب لا والو ها هي واخيرا بانت الحقيقه ها هي بانت لان السيد فعلا وكتعترف بها منظمه دوليه ان السيد فعلا تعرض زعما انت اللي كنتي خارج شحال هذه كتكذب هذا الشيء كامل وكتسب في الناس وتسب في الوالدين ديالهم زعما كنتي مطور كثر <applause> عفوا هنا كيبينوا هنا كيبينوا لينا ان هاد الناس كانوا كيخدموا واحد لاجوندا زالين خدامين فيها يعني. ولكن انا ملي كنت كنتضامن مع 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 الاخ حجيب كنت كنتضامن معاه ماشي انا كنتقاسم مع الفكر ديالو ولا العقليه ديالو ولا داكشي لا لا انا كان انا كيعرفني كنت كنختلف معاه كثير فشي حوايج هذا وهذا هو الاختلاف هو الاختلاف ورحمه حنا ما كيهمناش بنادم يكون فكر بحالك خصنا نتفقوا في واحد المبدا وهو الانسانيه راه الا ما كانش الانسانيه تجي تقول لي هذاك خوانجي ولا هذاك راه متخلف ولا هذا حيت حيت ما كتفقش معاه آه لا انت كدير يدك في يد بحال اللي قالوا هذوك الاشبال اشبال الماركسيين اللي قالوا في امريكا انت كدير يدك في الرجعيه شكون اللي رجعي دابا شكون اللي متخلف شكون واش اللي ناصر القضيه ديال الانسان تعذب ولا ولا هذاك اللي خرج شي طعن فيه وتيتهموا بالاسترزاق الا كان تيطالب بحقه او بتعويض مادي من حقه هذا راه على الاقل عنده الجراه وخرج والشجاعه وخرج كيطالب كي وكيتكلم وكي والناس راه داو ليهم راه تعذبوا وتغتصبوا وداو ليهم ممتلكات ديالهم وما عندهمش الجراه هذه اللي عند هذاك ولا غيره ولا انا معاهم ما عندهمش علاش وهذا هو المشكل اي انهم تيخونوا روحهم هذا هو اللي بغيت نقول لكم تيخونوا روحهم قبل ما يخونوا اي كان حنا ملي تضامنا مع داك السيد تضمن معاه لان عنده ملف ثقيل وكنت عارف انا ذاك الملف غادي يربح وغادي يفيد وهو انتصار ديالو هو انتصار القضيه ديال الشعب المغربي بصفه عامه انتصار بانه راه كاين ظلم وكاين استبداد عندنا في المغرب وهذا الشيء تبتاتو التقارير الدوليه وحنا دابا الان الكره في عند السله ديال الامم المتحده وهذه المنظمات المنظمات حقوق الانسان اللي كتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان واللي بقى كتدافع وهاد الدول الديمقراطيه اللي كتدعي الديمقراطيه والانسانيه والحضاره العالم المتحضر اللي كيدعي انه كيمشيو يطيحوا دول دوال دول بحجه النصر نشر الديمقراطيه فينكم دابا لا الحسن الثاني نهار قال انا ساضحي بالثلثين لصالح الثلث الاخر علاش ما مشاوش علاش ما مشاوش ريبوه علاش ما مشاوش عدموه كما داروا مع القذافي القذافي كان على الاقل كان ما عمرش واحد كان تيسعى عنده في البلاد كلشي كان واكل كلشي شارب كلشي واش هضرنا عليه كانت دوله يعني اه الناس كتعيش في رفاهيه لا هما ما خصهمش داكشي ما الرجال خصهم الاندال العبيد الخدام لي كولابو بحال هذاك اللي عندنا تما هادشي اللي كيخصهم داكشي علاش ما... داكشي علاش دمروا سوريا ودمروا جميع الدول الا هذيك علاش وانا ديما كنردها على هادوك اللي كيقول كي لك حنا واش بغيتو تردونا بحال سوريا لا حنا ما إحنا حنا ما يمكنش نكونوا بحال سوريا لسبب واحد ان عندنا عميل صهيوني تطبق اصلا تطبق التعاليم ديالهم والتعليمات من 1912 عندنا العملاء تما يا خدامين تدمروا الشعب المغربي والدوله المغربيه من الداخل بالشعوذه بالجهل بالفقر بالمرض وهذا اخطر من اي سلاح اخطر من اي سلاح وذلك ولذلك كتشوف هذاك الشعب تيقلب غير يهرب من بلادو واش كاين شي واش كاين شي واش كاين شي درام واش كاين شي مهزال اكثر من هذه بنادم تيتلح في البحر تيموت تي تيقبل على الموت لكن ومع ذلك وباقي كيقول عاش الملك وهو في الفلوكه هنا فين كيوقع التدجين لا دي خاصنا نشوفوا هذه الامور خاصنا نرجعوا هذه المسائل خاصنا اصوات تكرر مهما تكلف الامر حنا مشينا بجميع الحالات ولكن الاساس ان ديك الملكيه العميله الخائنه تطيح طيح واحد النار ما كان لا قلش ولا قلوش تطيح الى الابد والجمهوريه الديمقراطيه الشعبيه المغربيه هي الامل الوحيد وهي الحل مهما كان الثمن ولو ان ندوزو من حروب اهليه غير نجريو على دوك الانداد اللي اختصبوا الشعب المغربي اذا كل تضامن كل تضامن مع المناضلين كل تضامن مع حاجب مع زكريا ممني كل تضامن مع الناس اللي تعرضوا لهذه الاعتداءات مهما كانت التوجهات ديالهم السياسيه مهما كانت الافكار ديالهم ما تيهمناش حنا تتضامنوا مع الانسان وبدون ما كنتسناو شي 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 مقابل ما كنبيعو نشريو في بس ماشي يعني غنخرج نتضامن مع حاجب وندير لاتسنس وندخل عليه دارو الفلوس لا حنا تنتضامنو لوجه الله ولوجه الوطن وخدمة لقضية الشهداء الأبرار الأشاوس هاتشي باش نتضامنو ومن أجل واحد الغد أفضل لذاك الشعب ولذاك الوطن وهذا هو اللي خصنا نستمر عليه شكرا على هذه المتابعة بلا ما نكتر عليكم تحية الجمهورية المغربية هذا هي الكلمة اللي خصني نبقى أسمع من من جميع المناضلين تحية الجمهورية المغربية وليسقط نظام الملك العميد وتحية عالية لشهدائنا الأبرار الأشاوس وكل تضامن كل تضامن مع المعتقلين داخل الوطن هذا هو اللي خصو يتقال ويتكرر القناعات غدا تجي مع الوقت ديال كل واحد وكل واحد خصو يبان راه كيقول كي المثال صفيت شرب كاين اللي ما كيقاش الشجاعه يقول شي حوايج ولكن مع الوقت راه بدات كتقال بدات كنتسمع وبدينا كنوصلوا رويدا رويدا لان لان في جميع الحالات الحقيقة لا بدها ما تبان ما غاديش يخفيوها كما كيقولوا الأسوار ولا الغربال ولا شكرا تحياتي لتفق مع هذا الكلام مع هذا الأفكار يساعد يساهم معنا بالنشر والبرتاج واللايك وما تنساوش اللي ما من خارج في هذه القناة من طبيعة الحال واخا ما ماشي مشكل ساهموا معنا الأفكار راكت توصل في جميع الحالات تحياتي وإلى اللقاء